السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش نسدو التقابي اللي كيكونوا بحال هكا في الزليج. كما كتعرفوا بزاف د المرات كنتقبو شي بلايص وكندمو عليهم، يعني ما كيبقاش عندنا نفس البلان، وانا من الناس اللي يمكن داري كلها متقوبة يعني كلها محفرة، لان كل مرة كنبدل شي بلان. وهاد الكوزينه كما كتشوفوا كنت دايره واحد الرفوف هنايا وما بقيتش دايرهم. فاش سديت التقابي طبعا الابيض كيجي مشوه، لكن دابا غادي نحاول نوريكم واحد الطريقه باش نسدو هاد الحفر هادو، يعني باش نسدوهم ولكن يجينا اللون مخلط، يجينا بحال اللون ديال الزليج. انا غادي ندوز ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو لها. الاشياء اللي غادي نحتاج لهاد الحفر هادو باش نسدهم، غادي نحتاج العجينه ديال لوندوي، يعني هاد العجين الجاهز ديال سد الحفر وديال الاصلاح ديال الحائط. الثمن ديالها والله ما بقيت عاقله، واش 15 درهم يمكن او 15 ولا 18 درهم، ما بقيتش عاقله. المهم ما عقلتش على الثمن ديالها. هاد العجينه هذه كما كتشوف يعني لوندوي، كيخصها ما يقيسهاش يعني الريح. غادي نحتاج لي كولور، غادي نحتاج باش نخرج هاد اللون هذا، يعني عندي الاصفر والاحمر، الازرق جبتو احتياطي حيت ما بقيتش عاقله على الالوان اللي ممكن نخلط، لكن انا جبتو احتياطي، هادو هما الالوان. وطبعا الابيض هو لاباز هو هذا. غادي نشوف ما امكن باش نحاول نغلقو. طبعا هاد الماس هادو باش كيخدموا الناس اللي كيخدموا يعني الطوموبيلات ديال السانتوفير. هذه باكيه كدير 10 دراهم، فيها 4 ديال الماس، كيخص ضروري يتغسلوا من مورا كل استعمال، انا دائما كنساهم كيخسروا. المهم غادي ناخذ شويه ديال العجينه، غادي ناخذ غير في الغلاقه ديال هذه شويه ديال العجين باش نخلط اللون ديالو. غادي ناخذ الكميه اللي غادي تسد لي الحفر باش ما نبغيش نعاود نخلط وما يخرجليش اللون، يعني الحفر اللي عندي في الكوزينه كاملين غادي نديرهم اليوم ان شاء الله. وغادي نجيب هذه صباغه زيتيه، طبعا صباغه زيتيه ما تاخذوش المائيه، لان انا ما جربتش المائيه الصراحه، ولكن من الاحسن تكون زيتيه. الكميه ديال الاصفر غادي نخلطها هي الاولى. غادي نزيد الاحمر، ندير هاد الكمية فقط حتى نشوف، لان الالوان المغلوقين دائما تيكونوا مجهدين، كنديرو بشوية بشوية. طبعا غادي ندير واحد القضيه كما كتشوفوا، خديت العجين زدت الابيض، لكن غادي ناخذ منه غير شويه ونخلط هنايا، يعني غادي نعزل لان جاني شويه قوي هنا. غادي نحاول ما امكن نزيد الابيض يكون غالب باش يقدر يعطيني اللون قريب من ديال الحيط. طبعا غادي نزيد واحد شويه ديال الازرق لان ما عنديش الاسود، ندير واحد يعني شويه فقط قطيره باش ندير بزاف. وغادي نخلط حتى نحاول نخرج اللون اللي عندي، يعني خصني نورمالمون الاسود لكن ما عنديش، نحاول نخرج اللون اللي قريب من الحيط. ملي كنبقى نخلط ونشوف نقرب لذاك اللون. سيري لي دابي زعما كنكسي فيه العجين باش نسد التقابي،
كما قلت لكم كنبقى نحاول نقرب اللون حتى ندير هذاك اللون. يعني كنشوف دائما عيني ميزاني اش من لون خاصني نزيد، كنزيد شويه شويه، مره الاحمر ومره الزرق، لان داك اللون خصو يكون قريب شويه اللون المالوف. يعني كنظن قربت شي شويه لهذاك اللون، باقي واحد شويه ديال الاحمرار اللي خاصني ديال هذا اللون هذا. لا المغلوق ما نقدر، المغلوق هو اللي خاصني ندير عجينه في المغلوق. شي السيما غير اسديه ستير انت ديري في هذيك الكلام. دابا غادي ندوز نجربو في الحيط ونشوف شنو غادي يعطي. يعني نحاول بقى كنعمر ونشوف. كما كتشوفوا هو قريب شويه لكن غادي مغلوق، غادي نعاود نفتحو، يعني نزيد نفتحو شي شويه بالابيض. كيما قلت لكم كنمشي بهذه العمليه، نبقى نزيد شويه شويه حتى كنطيح في اللون المناسب، يعني حتى كيكون قريب لهذاك اللي عندي في الحائط. اي زل اللي جا عندكم يعني اللون اللي موجود عندكم في الحائط ضروري غادي تبقاو تزيدوا شويه شويه حتى تطيحوا في اقرب لون ممكن يسد لكم التقابي، وفي نفس الوقت ما يبقاش باين بزاف. يعني هذا اقرب واحد نحاول نديرو فوق من الاخر باش ما يبقاش باين. من بعد غادي نمسحو داك الشيء اللي زائد. وكتشوفوا اللون مازال ما كيشبهش ليا فيه. حاجه اخيره غادي نوريها لكم وهي هاد الحفار هادو، يعني هاد الجوانب طبعا ضروري غادي نردهم بالابيض، لان باش ما يبان ليش الديفو غادي نحاول نعمرهم بهذا الشكل. من بعد نمسح الجوانب، طبعا هادي راه سكتها غادي نعاود نقادها من بعد، يعني غادي نحاول ما امكن ندير بهاد الطريقة هادي. خصو يعمر ليا كما كتشوفو، خصني ضروري يعمر بالأبيض ما يبقاش باين ليا داك لوغونج. يعني نحاول نعمر كلشي، يعني بغيت كاع لي خصهم غادي نعمرهم بالأبيض باش ما يبقاوش مشوهين ليا، ما يبقاش باين ليا الديفو. الحيله هذه ديال الجوانب رانا شاركتها معكم من قبل في الحمامات، يعني اللي كيغبلوا لهم واخا كيحكم جافيل او نحاولوا نقيهم كيكونوا عامرين بالاوساخ، كنصحكم بهذه الطريقه هذه، يا اما السيما البيضاء يا اما لوندوي كديروه بنفس الطريقه اللي كنوريكم دابا. كتعمروا الجوانب من بعد كتمسحوا، يعني كتعمروا هذا الوسط هذا ومن بعد كتمسحوا الجوانب، والقضيه كتجي مزيانه لان كيبان بحال يلاه ركبتوا الزليج، لان شي مرات شي بلايص ما كيبغيش تحيد منهم هذاك الغمال. بحالي انا في الحمام ما قاسليش الغمال، لكن خاصني الصباعه، صبرت واحد المره في الحمام البيستولي وترش ليا الزليج وعمر هذا الجنب هذا كله، يعني ضاع. فاش درت له هذيك القضيه ديال السيمه الحمد لله راه ما بقاش باين، معيق بزاف. الطريقه هذه كما وريتكم كيرجعوا دوك الجوانب عامرين بلوندوي، ما كيبقى باين والو. طبعا هادو انا يلاه درتهم لانهم حفاري خصهم يعمروا ويبقاو حتى الغد ليه عاد غادي نفينيها. هذه بداك اللون اللي درت الفوق والاخرى باللون المغلوق، يعني حتى كيعمروا الحفاري دائما، لان ما حدكم كتعمروا كينفخ كما كتشوفوا، لان كيكون عامر بالهواء، يعني عمروه وخليوه هكا عاد من بعد عاودوا فوق منه، يعني بهذه الطريقه هذه، لان ما حدكم كدير فوق منه لوندوي وهو كيتحفر لان عامر الهواء. انا غادي نخلي هذه
حتى تنشف غدا ان شاء الله. عاد ديك الساعه غادي ندوز نعمر فوق منها ونفيني هذا الشيء. طبعا غادي نقي كل شيء من بعد ما نسالي باش ما ينشف ليش في الجوانب، وغادي يمحني في التنظيف. كما كتشوفوا الحمد لله ما بقاوش باينين يعني بديك الحده، خصوصا هذوك اللي الفوق يعني ما بقاوش باينين بديك الحده ديال الاول. غادي ينشفوا ضروري، غادي نخليهم تينشفوا حتى اللون ديالهم غادي يتفتح باش نعرف يعني النيفو ديال اللون اللي درت، واش طالع بزاف، واش طالع يعني البيوضه ديالو ولا طالعه الحموريه فيه، باش عاد نقدر نفينيهم مزيان ويطلعوا ليا مزيانين. وغادي يتغطاو ما غاديش يبقاو باينين بحال اللون الابيض، لان كما كتعرفوا الحفاري اللي كنغطيو بالابيض كيكونوا مشوهين بزاف. هذيك الساعه ان شاء الله نقي الحيط. تلاحظوا معايا طبعا نرجع الكاميرا الله باش يبان لكم مزيان، الحفاري ولاو مسدودين بطريقه مزيانه وما بقاوش باينين ما عدا يعني اللي دخل يقلب عليهم اللي كيلقاهم. اما الحائط كما كتشوفوا كيبان ولا كيبان مزيان، يعني ما بقاوش فيه دوك لي طاش باينين بزاف بزاف. لا فينيسيون ديال الحفاري اللي هما تقابي كما قلت لكم حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نفينيهم، لكن الاخرين اللي كاين اللي كانوا هنايا راهم فينين، راه ما بقاوش باينين نهائيا. انا بلاصتي انا ما عرفتش، انا ما كنبقاوش كيبانوا ليا بلايصهم ما عدا الا قربت نقلب عليهم عاد كنلقاهم. راه الفكره زوينه. وطبعا هاد القضيه ديال الصباغه الزيتيه مع لوندوي راه ما تخافوش عليها، الواحد غادي يرجع ينظف الحائط ديالو بطريقه عاديه. غير هو انتم غادي تحاولوا ما امكن على حسب اللون الزليج اللي عندكم، غادي تحاولوا تخرجوا الالوان بطريقه فنيه، لان صعيب باش نشرح لكم ما فيه شي حاجه اللي تشرح. كيخص التخلاط ديال الالوان يكون غير دقه دقه، يعني كيخصوا النفس الطويل تقريبا غير باش نخرج اللون. راه نص ساعه وانا كان يعني نقلب عليه كنقلب عليه حتى لقيته، لهذا خاص شويه ديال الصبر. هادشي اللي نقدر نقول لكم. الحمد لله يعني الحائط راه ولا مزيان، من قبل راه كان مشوه، يعني كتشوفوا دوك لي طاش يا اما كيكونوا تقابي يا اما كنعمرهم بلوندوي بيض كيبقى باين، لكن صبرت عليهم صراحه خليتهم بالبيض مش حال هادي. علاش؟ لان بغيت شي فكره باش نصلح الحيط وما يبقاش باين ليا الديفو، في نفس الوقت يعني يكون شي حاجه اللي تكون عمليه نمسح وانا مرتاحه. المهم نتمنى نكون كنفيدكم، ونتمنى منكم انكم تساعدوا القناه باش تنتشر الا كتشوفوها مفيده طبعا، والا كتشوفوها انها تستحق توصل لمراتب عليا. هذاك الشيء بيديكم، بارطاجيو لي فيديو وبارطاجيو لوليان ديال القناه باش الناس اخرين يعرفوها ويشوفوا مواضيع يهمهم ان شاء الله في الحياه كامله. وانا دائما كنوعدكم بالجديد، ودائما كنوعدكم بالاشياء اللي ممكن تفيدكم في الحياه كامله، يعني سواء في الديكور، سواء في يعني في الاصلاحات، سواء في الصباغه، سواء في الاتات، اي حاجه كنعرفها وعلى حد علمي رانا كنحاول نطور راسي، وان شاء الله حنا كنتطوروا جميع يعني الاشياء نوريهم لكم، وانتم تساعدوني كتعطوني مقترحات ديالكم وكنحاول ننفذها، وحنا غاديين تنوصلوا ان شاء الله بهاد القناه لمستويات عاليه. يلا نخليكم دابا، وما تنساوش دائما شير يعني بارطاجيو الفيديوهات واشتركوا في قناتي لما كنتوش مشتركين. تهلاو في راسكم ونقول لكم تمساو خير. السلام عليكم.